الفئه التحليليه هي شنو؟ هي قياسات، يعني انا تجربه واسوي لها قياسات، فهاي القياسات تطلع لي الكميه مال فلان عنصر او شيء، هي هاي التحليليه، الكيمياء التحليليه. طبعا اي تجربه، اي تجربه نسويها سواء بالتحليليه او بغير ماده، فاحنا لازم عندنا بيانات. يعني انا من اسوي تجربه فعندي بيانات، فهاي البيانات اللي هي الداتا مالتي. اعتقد سويت الداتا شيت وهاي السوالف بالعمل. فهسه نجي على شغله اللي هي انواع الاخطاء اللي ممكن تصير بالبيانات. يعني اني اكو اخطاء ممكن تصير لي بالبيانات، ممكن تصير سهوا جوز، ممكن لا اكو نتيجه شغلات صارت لي هاي الاخطاء. فحتى اعلمكم شلون، يعني احنا نفهمكم ونعلمكم شلون تجي بالامتحان. هسه مثلا هاي انواع الاخطاء البيانات التجربه اللي هي الراندوم العشوائيه والسيستميك اللي هي جهازيه او هيك او نظاميه، والكروس ايرور اللي هي هاي يعني مالتها اثنين او الاجمالي الاخطاء او هيك شيء. شلون تجي؟ شلون يجي ذني السؤال؟ هذا ما راح يجي يقول لك والله اني عرف لي الراندوم ايرور، ما في شيء، ما راح يقول لك عرف. طبعا اكو بالاسئله قسمين، انتم امتحنتوا او لا ما ادري، بس اكو بالاسئله قسمين، قسم اللي هو الام سي كيو بس اختيارات، وقسم اساي هذا شنو مسائل راح تحلوها بالتحليليه مسائل. يعني ماده الدكتوره هبه يمكن تجيكم، الدكتوره هاله تجيكم ماده بيها مسائل هوايه، فراح تجيكم منها فد سؤال. وهسه راح نقول لكم على سؤال يجي تقريبا بنسبه 80% 90% يجيبه الدكتور واثق دائما، فهسه نسولف عليه. فالمهم اول خطا هو الخطا العشوائي، هذا الاخطاء العشوائيه الراندوم ايرور. شوف شت هسه انا راح اسوي لكم في الهايلايت هنا، هاي افكت ابريسيشن، هاي ركزوا لي بيها وبعدين لحد ما نوصلها. شوف هاي الاخطاء العشوائيه وين يعني شو تاثر، وين تاثر لي بالابريسيشن، بالدقه، بس بالدقه فقط. زين هذا مصطلح الابريسيشن، هسه نجي نشوفه هو شنو هذا المصطلح. اوكي راح يصير ب deviation in both direction، انحراف بكلا الاتجاهين. طبعا هذا تفهمه انت او مثلا تفهمه وتحدد لك فد مثلا هاي الكلمه affects precision، يعني تحددها هاي من يجي بالاختيارات مثلا يجيك هذا التعريف كله، انت تختار الراندوم ايرور. اوكي راح يصير ب انحراف بكلا الاتجاهين، و can be reduced by the use more precise equipment اون تكنيك. يقول لك شلون نقلله؟ شلون نقلل الراندوم ايرور؟ نقلله باستخدام معدات اكثر دقه، معدات اكثر دقه وتقنياتهم اكثر دقه. يعني شلون اقلل الراندوم الاخطاء العشوائيه؟ شلون اقللها؟ استخدم معدات زينه وبتقنياتهم زينه، فراح اقلل اني اكيد الاخطاء اللي راح تصير. اوكي؟ هسه نجي على ثاني واحد سيستميك ايرور. هذا السيستميك هم شوفوا يعني ميزوني سيستميك وين راح ياثر على الاكيورسي. اوكي اكيورسي هذاك راح ياثر على البريسيشن. وهسه نعرف بعدين اني شنو هذا المصطلح وشنو هذا المصطلح من اوصل لهم. يقول لي هذا راح يصير بانحراف ديفيجن ان وان دايركشن، شنو باتجاه واحد، يعني ينحرف باتجاه واحد هذا هاي الخطا. والقراءات مالته راح تتراوح بين اعلى شيء اعلى قيمه واقل قيمه، reading all too high and or too low، يعني اعلى شيء لو اقل شيء. هذا ممكن انه اتعرف عليه can be identified and eliminated، يعني انا اقدر بالسيستميك ايرور اتعرف على الخطا وشنو اقضى عليه. خوش اجمالي الاخطاء الجروس ايرورز، شوفوا هاي العمليه الجروس ايرورز، هذا الاخطاء اللي راح تنهي للتجربه قبل لا تبدي، راح تنهيها للتجربه. يعني هذا النيتي لا ما ينهن التجربه، بس بعدين راح يظهر لك اكو نتائج خطا. الجروس ايرور لا، هاي تنهي لي شنو؟ تنهي للتجربه اصلا، ما راح تصير. شلون؟ شوفوا هاي بين اقواس حددوها، اكو بس المايك اللي مفتوح خلي سده، اي يعني بالبالكم ترى اكو صارت مشاكل هوايه من ورا المايك ويدخلون ما ينتبهوا له،
تصير مشاكل كلش هواي. المهم هسه اكو بالجروس ايرور اكو بين اقواس اثنين، هاي راح تنهي التجربه كلها، بريك داون ان ذا اناليتيكال بروسيس، يعني تنهي او تدمر العمليه مال التحليل، تدمرها كلها. ايش وقت من السامبلز بينج سبيلت، اذا العينه مثلا وقعت يعني انسكبت بالقاع او بغير مكان، او اكو خطا او رونج ديليوشن تخفيف غلط، هم راح ينهي التجربه. او استخدم معدات غلط، يعني انا مثلا احتاج الكونيكال فلاسك، اجيب شو اسمه البيكر، يعني استخدم غير معدات، فهنا أنا من استخدم معدات خطا اكيد راح تطلع لي التجربه، يعني راح تنهي لي التجربه كلها. الباقي هاي مجرد سوالف ما احتاج اي شيء. مهم تعرف لي انه شو وقت اختار الراندوم وشو وقت اختار السيستميك، والكروس ايرور شو وقت بالبريك داون، يعني تدمير العملية التحليل كلها راح اخذ الكروس ايرور. هسه اكو مصادر الخطأ، يا خطأ السيستميك اوكي هسه نشوف. طبعا اكو اخطاء ممكن تصير بالادوات، يعني شلون بالادوات، يعني اكو تدريجات مثلا بالاداه غلط فممكن تصير، واخذ هاي راح تاثر على التجربه اذا كانت التدريجات غلط. اكو اخطاء ميثود ايرورز، هاي شنو الاخطاء، يعني بالطريقه مالتك اللي انت تسوي التجربه هاي يعني راح تسويها بطريقه غلط. واكو سامبلنج ايرورز، اكو سامبلنج ايرورز هو شنو، هاي من نسوي احنا عينه او الدكاتره يسوون لنا عينه، فهنا هم هاي راح يغلطون بيها لما يجمعون العينات ومو يغلطون بيها، فهاي هم راح ياثر لي على يمن على التجربه، فاكيد راح يطلع لي اخطاء. شرحت ذني، انا ما اريد اطول عليكم ذني لان اكو فد شيء اهم يعني بنسبه 80% يجي وكلها تسال عليه اللي هي المساله اللي بعدين راح تجي. واكو البيرسونال ايرورز، هاي شنو؟ اخطاء شخصيه، يعني من يمك، يعني اخطاء هاي اخطاء مسؤول عليها الانسان، اذا قرا غلط يعني قرا القياس غلط، اذا مثلا استخدم معدات غلط، اذا سجل بيانات غلط، هذني كلهن هو مسؤول عليهن البيرسونال ايرورز، يعني مسؤول عليهم الانسان، الهيومن ايرورز، يعني هاي انت صوتك من تقراها غلط فاكيد صوت منو، يعني قابل تقول للدكتور والله انت ما لا هاي تقريت غلط، او طبعا القراءه مال بيوريت كلش نحسه، يعني لان لازم تشوف التقعر مالتها وهاي السوالف، فان شاء الله عدت عليكم زين. يعني هسه اكو السيستميك ايرور كان بي، طبعا الملزمه ان شاء الله بدها تتحرك يمكم، و تتحرك يعني ان شاء الله. السيستميك ايرور كان بي ممكن تكون كونستانت، يعني ممكن تكون هاي الاخطاء ثابته، يعني حتميه هذا الخطا، يعني حتمي ثابت، او ممكن يكون شنو نسبي، يعني هذا الاخطاء نسبيه بسبب اشياء معينه. الكونستانت شوفوا هذا البيوري يعني مسؤول على شنو، الخطا بقراءه البيوريت، هذا الخطا الثابت يسموه او الكونستانت، هذا وين القاه لما نقرا البيوريت، اقرا البيوريت خطا، اقرا البيوريت خطا، فراح يكون مسؤول على انه ممكن يطلع لي اما اقل، يعني اقل ام this is important for large values of reading، هاي البيوريت قراءه البيوريت تكون اقل اهميه من القيمه اصلا مالتي، يعني هاي الاخطاء الثابته اللي هي موجوده وين بالبيور، يعني من اقرا انا اقرا البيوريت ريدنجز اوكي قراءه البيوريت راح تكون اقل اهميه من الكميه الكبيره للقراءه، يعني اذا قراتها كلش اكبر فراح تكون لي اقل اهميه، تناسب عكسي او كل شيء ما يجي منهم هذول الكتابات، بس انتم تعرفون انه بيها كونستانت وبيها بروبورشنال اللي هي نسبي، ثابت ونسبي. يعني يجيكم مثلا يجيكم ام سي كيو يقول لك السيستميك ايرورز كان بي، ويجيكم اكثر من خيار كونستانت لو بروبورشنال لو كونستانت انت بروبورشنال لو نون اوف ذيم، فتشتختار كونستانت اند بروبورشنال.
هاي هيك واحدة من الأسئلة اي تجيكم هسه ال minimize instrumental errors شلون اني اقلل الاخطاء مال شنو مال الادوات خاش يقول لك by careful recalibration and good maintenance of equipment يقول لك اني اقلل الاخطاء اللي مسؤول عليها الادوات بواسطه شنو؟ بواسطه انه careful recalibration يعني انه يكون حذر المعايره مالتها تكون كلش حذره و good maintenance of equipment يعني تكون الادوات كلش يعني الصيانه مالتها زينه يعني توظيفها او الصيانه مالتها او صناعتها تكون زينه فاكيد هاي راح يقلل لي منين من الاخطاء اللي مسؤول عليها شنو الادوات واذا قال لي مثلا البيرسونال ايرورز شلون اقلل اني من البيرسونال ايرورز طبعا هسه انا من اقول لك اول شغله من انت تريد تسوي تجربه او شيء فاذا انت ما تريد تخطأ فلازم شو تكون لازم تهتم او تعتني بالتجربه مالتك وتنتبه حيل بس الماركات شباب فانت من تريد تسوي تجربه فلازم ما تخطأ بيها شو تسوي تعلي التركيز مالتك هذا لما تعلي التركيز مالتك شو يسموه انضباط ذاتي سيلف ديسيبلين هاي انضباط ذاتي يعني انت تكون منضبط وتسوي بس اذا يجي واحد لا والله لا منضبط ولا يم الموضوع وشي ياخذ صفر مرتب ويطلع هيك كالاسد فشلون اني احصل على انه اقلل من الاخطاء الشخصيه مالتي اكون يعني حذر او اهتم بالتجربه مالتي واكون منضبط ذاتيا سيلف ديسبلين بس شلون ازيد الاخطاء مالتي اذا اجي لا والله اجي بايع حال الامور بايعها كلش فاكيد راح شنو راح تزيد لي الاخطاء هسه من ميثود ايرورز موست ديفيكولت هاي كلش صعب الاخطاء اللي بالطريقه كلش صعبه انه انا احددها فاليو ماي نوت بي نو يعني انا جزء ما اعرفها انه هاي اصلا بس المايكات يعني انا طبعا حمد الممثل مالتنا قال انه اسدهن المايكات اني بس انا ما احب انه اسوي هذا الاجراء لان اريد واحد يفتح المايك مية مية ويحكي يعني كفو على مايكاتكم هسه نجي على هذا النهائي هي هنا الخبزة هنا الدرجات الشغلات هذا نجي كلها كلاوات هنا الخبزة عندنا الذمين والميديم المعدل والوسط طبعا المعدل والوسط يعني انتم المفروض شنو تعرفون المعدل والوسط بثالث متوسط او المفروض بثالث متوسط واخذيها وكانت اكو فشي اسمه احصاء وهاي كلاوات نضوج منها حل المعدل ابسط شيء بالشهاده مالتنا او بالسادس من اخذته انتو شلون حسبتوا المعدل؟ جمعتوا كل درجاتكم وقسمتوا على عدد المواد اللي عندكم اعتقد كانوا سته لان انتو بدون اسلاميه فجمعتوهم كلهم وقسمتوا على سته طلع لكم المعدل هو هذا المين يقول لك average obtained by divide the sum of the measurement by the number of measurement يقول لك اني شلون احصل على المعدل مالتي بواسطه شلون اقسم المجموع السم كله اقسمه على من على عدد التجارب يعني اقسم النتائج مال التجارب او الارقام اللي طلعت لي بالتجارب على عدد التجارب راح يطلع لي المين الوسيط الحساب خوش هذا المين اقصد العفو المعدل يعني انا قلت لكم اعطيتكم مثال مثل المعدل مال السادس جمعتوا درجاتكم كلها بعدين قسمتوا على عدد المواد كم ماده عندكم سته قسمتوا ما شاء الله طلع الواحد عنده معدل 99 وفوق 97 ونص وفوق اعتقد انتم معدلاتكم الحمد لله هسه نجي الميديان الوسط العفو الوسيط الحسابي او الوسط الحسابي او هيك شيء هذا شيء يكون هو القيمة اللي بالنص a middle value when the data in numerical order from lowest to highest value اول شغلة يقول انه هو هذا اللي بالنص هذا الميديان بس شلون من اني ارتب تصاعديا من الاقل للاعلى يعني انا مو اجي الارقام مخربطة واختار انا اللي بالنص وهاي انا كيف طلعت الميديان لا لازم تجي شو تسوي تجي
تجيب الارقام ترتبها تصاعديا، ما اعتقد اكو واحد ما يعرف شنو الترتيب التصاعدي، من الاقل الى، يعني هسه انا اعطيك 2 4 5 6 وهاي، وبواحد منها للعشره بس مخربطات، فانت شو تسوي لي؟ ترتب لي من الواحد 1 2 3 4 5 6 وهكذا، الارقام من الاصغر للاعلى هو هذا شنو؟ ترتيب تصاعدي. فهنا ايش يقول لي؟ هسه نجي على، احنا راح نشرح هاي المثال اكزامبل. نعطيني ارقام ويقول لي فايند ذا مان، ها طبعا يجيكم ام سي كيو سهل وهاي بالحاسب عندكم راح قبل يطلع وتختاره. عندنا ارقام وعندنا شنو؟ يقول لي جد المين المعدل خوش اجمعهم كلهم زين. هسه شو تقول لي؟ اكو رقم خمسه مكرر، ابقي لو ما ابقي؟ ابقي عادي اجمعه، يعني هو خمسه خمسه، يعني هذا رقم حال، يعني 2 زائد 5 وبعد اكو 5 اضيفها زائد 5 اجمعهم كلهم. يعني هسه انت بالسادس من طلعت معدلك من عندك مثلا 2 ميات همّلت 100 ما همّلتها خوش؟ لا جمعتهم كلهم وقسمت. هاي نفس الحاله انه انا راح اجمعهم كلهم واقسم خوش؟ فجمعت 2 زائد 5 زائد 8 زائد 9 زائد 8 بعد زائد 9 زائد 11 قسمت على 8 طلع لي 6.75 بالمعدل. مو اللي ترتبهن يعني تصاعديا، بس وين اللي ترتبهن تصاعديا؟ بالميديان. هسه هنا أنا نعطيني فايند ذا ميديان اوف ذا سيت، هاي المجموعه مال الاعداد 2 5 8 11 16 21 30، هي اصلا مرتبه تصاعديا خوش. العدد شنو هنا؟ فردي خوش، اودد نمبر، العدد فردي او ايفن، المهم العدد فردي. فشو اسوي؟ احسب من هنا 1 2 3 ومن هنا 1 2 3 على اليمين وعلى اليسار، فصار لي شوف هاي هنا وهاي هنا خوش. ايش بقى لي؟ بقى لي 11 بالنص، هذا هو الميديان، بقى لي 11 بالنص، هذا هو الميديان. اوكي، هذا اذا كان شنو؟ اذا كان العدد فردي. زين اذا كان العدد زوجي ايش راح اسوي؟ هسه راح تشوفه. عندي هذا سؤال ناطيني اياه، العدد بي ايفن، العدد بي زوجي خوش، كم واحد؟ هسه نشوفه. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثمان أرقام. ايش ناطيني؟ ثمان أرقام، زين. ناطيني 3 10 36 255 79 24 85. الله عليكم. يعني هاي مرتبات تصاعديا؟ هسه تقول لي يعني ان شاء الله ما تقولون لا. ان شاء الله ما تقولون مرتبات تصاعديا. هذني لا، يعني ما مرتبات تصاعديا. لازم انا عدي 3 بعدين احط الخمسه اللي صايره بالنهايه بعدين 8 وارتبهم تصاعديا. يعني اكو قسم غلطه، ويعني العام غلطه انه يرتبون الارقام تصاعديا، فضل بالكم، او نسوا رقم او شيء فتاهت عليهم، فمو نقل مثلا هن ثمان ارقام، مو نقلهن بالورقه سواهن سبعه، فش اختار الطريقه انه انا احسب من هنا ارقام من ارقام واطلع بس الرقم اللي بالنص، بس هو مع العلم انه هو ناطين كان عدد زوجي. فهسه هن ثمان ارقام خش، فش راح اسوي؟ اكو رقمين يصيرون بالنص. هسه اعوف ثلاثه واعوف ثلاثه، هاي هم علي بيهن وهاي هم علي بيهن، وقال ال10 وال24 خش، لان ما اقدر اطلع وسط بيناتهم، يعني راح يبقى لي اكو اثنين بالوسط، ما يصير واحد. الواحد بالوسط هاي شو وقت؟ بس من العدد فردي. هنا لا، عندي العدد زوجي في اثنين، فاجمعهن 10 زائد 24 واقسم على ايش قد؟ على اثنين، راح يطلع لي الميديان. هاي شو وقت؟ من عندي العدد زوجي. هسه العدد فردي قبل يطلع لي الميديان، صح لو مو صح؟ بس من عندي لا والله العدد زوجي، فانا لا راح يطلع لي رقمين بالوسط، فش اسوي؟ اجمعهن واقسم على اثنين، هاي طلع لي شنو؟ طلع لي الميديان. خوش؟ احد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يفتح المايك وقبل يقول لي. حتى نجي نسولف على هذني، طبعا البريسيشن والاكيوراسي كلش مهمات، وفهم هم يعني مو حفظ، ضل بالكم فهم. راح اجي اسولف لكم على البريسيشن. طبعا هاي الحكي كله هو مجرد انه تفتهم، يعني مرات تجي ام سي كيو او شيء، بس المهم هاي المهم هنا أنا. هذا المثال كلش مهم. هسه انا اقول لكم عليه تاشروا وحتى تفتهموا كلش. هسه عندي اني مصطلحين اللي هو البريسيشن اند الاكيوراسي. طبعا هن اثنين هن دقه، واحده دقه واحده ضبط، هن اثنين هن نفس المصطلح، بس
عفوا بالانجليزي احسن، يعني بالعربي شويه نفس المعنى لهم. البريسيشن يقول لك راح يوصف لي closely measurements are each other and how carefully measurement were made it described two experiments. هسه راح نسولف عليهم. المهم هاي البريسيشن هذا ما علي اذا كانت النتائج صح او غلط، ما علي اذا كانت النتائج صح او غلط، بس ايش علي؟ يهم انه يكون متقاربات، يهم شيء يكون متقاربات، يعني هو ما يهتم بالنتائج بقدر اهميه شنو، بقدر انه اهميه انه لا طلعت لي وحده قريبه على الاخ، ما يهتم لي اذا طلع لي واحد صح، يهتم لي بشنو، كل القياسات تطلع لي شنو وحده قريبه على الاخ. اوكي هاي اهم شيء هسه عرفوها انه البريسيشن يهتم بالصح، اقول له لا ما يهتم بالصح، يهتم بشنو؟ يهتم اذا كانت عد القياسات وحده قريبه من الاخ، حتى لو ما بيها ولا قياس صح، اذا ما بيها ولا قياس صح بس كلهن وحده قريبه على الاخ فهذا شنو؟ البريسيشن، اقدر اطلق عليه البريسيشن. ممكن انه اعبر عليه بشغلتين. طبعا الفاتح المايك راح اعبر عليه باثنين، هذني كلش مهمات ويجن ام سي كيو اشر عليهم، الريبيتابلتي والريبرودكتبلتي، هي هاي الكلمه المهمه. الاول وحده الريبيتابلتي هاي ايش وقت، هاي هي البريسيشن بس ايش وقت، بحالات انه اني اسوي نفس المحلل سيم اناليست نفس اللي دي يسوي التجربه المحلل نفس اليوم same day same day same session نفس القسم، يعني أني بنفس المكان اللي سويت بتجربة يسوي تجربة ونفس المعدات اللي استخدمها. أوكي من يسويهن ذني كلهن هذا شو اسمي repeatability، بس إذا أكو لا أكو اختلاف مثلا غير محلل أو غير أيام أو غير شيء فهذا شنو النوع الثاني اللي هو repeatability. أوكي فعندنا نوعين، إحنا اكو نوع انه نفس المحلل راح يشتغل نفس اليوم نفس السيشن نفس المعدات، هذا شو اسميه ريبتابلتي، هذا تجي ترى ام سي كيو يقول لك اني اشتغل لي واحد نفس المحلل وبنفس اليوم ونفس السيشن ونفس الادوات، هذا شنو ريبتابلتي لو ريبرو تكتابلتي، فانت شو تقول لي؟ لا النوع الاول خش وبس لا اكثر ولا اقل. هسه هنا الاكيورسي هذا شيء يهتم هنا، يهتم انه اكو قياس measurement to its true، يعني شنو لازم اكو صح، لازم اكو نتيجة من النتائج صح، وحدة اثنين عشرة المهم اكو وحدة صح، ما يهمه انه اكو صح. طيب طبعا هو اكو فد مصطلح اسمه absolute error والrelative error. الابسوليوت ايرور هذا راح ينطيه بالمعادله اللي هو اكس اي ناقص اكس تي، يعني هو الابتدائي ناقص النهايه اعتقد، والريلاتيف ايرور طبعا اذا اجي انا اخيركم اقول لكم اني هن اثنين راح يقيس لي اخطاء، الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور اثنين راح يقيس لي اخطاء، بس انت تفضل منو يا هي احسن، فراح تقول لي منو الريلاتيف ايرور، يعني اذا خيرك الدكتور منو افضل منو احسن بالام سي كيو او هيك شيء، يعني يا هو يقيس لي الخطا بشكل ادق فتقول لي الريلاتيف ايرور، ليش؟ لان الريلاتيف ايرور مور يوزفول كوانتيتي ذان ابسوليوت ايرور، هو اكثر فائده من الابسوليوت ايرور. خش ويعطى بالمعادله الاي ار يساوي اكس اي ناقص اكس تي اللي هي اصلا ابسوليوت ايرور على اكس تي تي 100%، ما عندكم يمكن سؤال عليها اصلا بالملزمه كلها. هسه شوفوا هذا الاكزامبل كلش كلش مهم كلش حلو، انا راح شوي هيك اسويها احسن. عندي اربع طلاب، واحد من الطلاب ايش طلع؟ اول واحد طلع 99.5 و99.9 100.2 و99.4 و100.5، لو تشوفون ذن النتائج شبيهن قريبه، يقول لك النتيجة الصح مالتي، النتيجة الصح مالتي اللي هي 100 يعني 100.1 هيك، المهم النتيجة الصح هي 100. خوش
لما اجي احدد اني على فد ورقه مال بيانه، ورقه بيانيه او شيء، راح اشوف القياسات ايش فيها، كلها متقاربه صح لو مو صح، يعني 99.5 و99.9 و100.2 و99.4 و100.5 ايش فيها متقاربات. اول شيء ما دام انا شفت انه هذني متقاربات، يا مصطلح اطلق عليه البروسيسز الريسايت او البروسيس الدقه اللي شرحناها، مو قلت لكم هذا يهتم بالقرب ما يهتم بالنتيجه صح اذا كانت او خطا. فاذا هذني كلها المتقاربات لو تشوفون هنا بالصوره هسه، هاي هذا اول طالب، رجعنا احسن، هذا اول طالب، شوفوا اول طالب هاي اللي بالاحمر، شتكو ايش كانت متقاربات حيل واكو نتيجه صح. فاذا ايش اختار واحده منهم؟ هاي البروسيس اللي عن متقاربات وهاي الاكوريت، لان شنو بيهن صح، فيها وحده نتيجه صح، فاذا اختاريت هاي واختاريت هاي فاش. نجي على الطالب الثاني، هو احنا قلنا يا نتيجه صح اللي بيها 100، اوكي. الطالب الثاني ماخذ طلع بالتجارب مالته 95.6 و96.1 و95.2 و95.1 و96.1، يعني هذني مالاته اوكي، متقاربات بس ما بهن ولا وحده صح، متقاربات بس ما بهن ولا وحده صح. من يجاوبني بالله اذا هن متقاربات؟ متقاربات يا مصطلح اطلق عليه بريسايز. اوكي عاشتيتكم، يعني فاهمين، هو هيك راح يجي، راح يجيب لكم فد نتائج متقاربه مثلا، انت تطلق عليها فد مصطلح، فتطلق عليها البريسايز. اذا وبعد بها فد وحده صح، ما بها ولا وحده صح، ما بها ولا وحده صح. فعكس الاكيوريت، تجيب لي ارقام لو الرسم يجيب لك ارقام، يجيب لك ارقام يشرح لك، يقول لك هذا الطالب طلع هاي النتائج كانت منها هاي، مثلا طلع مثلا هاي الطالب الاول انت 99.5 و99.9 و100.2 فهو راح يعطيك الارقام ويعطيك النتيجه اللي هي صح، يعتبرها صح انه هو وهذا الطالب هيجي طلع لي. فانت راح من يمها راح تعرف انه هذا بريسايز كريت او عكسهن، يعني ما يجيب لك لا رسم، شو يجيب لك رسم؟ ممكن انت تسوي رسم الك حتى شنو تحددهن وتعرف ان هذا متقاربات لا لا. الطالب الثالث جاي يعني بكامل تركيزه ما شاء الله، طلع لي باول تجربه 93.5، بالتجربه الثانيه 98.3، بالثالثه طلع 92، بالرابعه طلع 102.5، بالخامسه طلع 97، ما شاء الله. هذا شنو؟ هذا لا عدى لا تقارب، لا عدى وحده صح، لا عدى ما ادري شنو، هذا جاي هيجي للجامعه كل شيء ما مسوي ولا شغله صح ولا شغله براسها خير. فاذا هذا هم امبريسايز وهم انكوريت، ليش؟ لان لا هي متقاربه ولا عد النتيجه صح. خوش؟ فهذا المسؤول عليها، المسؤول عليها الاخطاء العشوائيه اللي ممكن تصير الراندوم، المسؤول على الانكوريت بس قلنا السيستمك. الطالب الرابع اجى طلعهن، بس شنو؟ طلعهن هم متباعدات بس عندي نتيجه واحده شبيهه صح. اذا هاي امبريسايز بس عندي واحده صح اكيوريت. لهنا انا اكو مشكله؟ احد عنده سؤال على هاي؟ ترى كلش مهمه تجيكم، انا تاقل لكم. بسم الله زحمة، هاي المحاضره مسجله ولا؟ والله ما اعتقد لا، لان انا شرحها بالتليجرام وهنا اللي عنده سؤال او شيء ما اعيدها. لا ما مسجله، اذا اكو واحد من الطلاب يسجلها فبعد احسن، يعني خلصت اصلا المحاضره. بس تقدر تعيدها بسرعه هذا الفوق شويه اشاعه سريعه؟ تبدا الحبيب. اكو فد شغله اللي هي اكو مصطلحين، عندنا بريسايز وعندنا اكيوريت. خوش؟ البريسايز هو شنو؟ ايش وقت يكون؟ من يكون لعدي النتائج متقاربه، وحده قريبه على الاخ. حتى لو ما عندي وحده صح، بس تكون المهم تكون لي وحده قريبه على الاخ، هذا شنو؟ البريسايز. لا الاكيوريت لازم عندي وحده صح، ما يهمني اذا كانت متقاربات او لا. خوش؟ فهذا راح نجي نشرح على هذا الرسم. وهذول الطلاب، عندي اربع طلاباني،
اول طالب طلع لي نتائج متقاربه، شوف طلع لي نتائج متقاربه هذا اول طالب، ووحده منهم صح. فاذا انا النتائج المتقاربه هذا بريسايز، وحده منهم صح الاكوريت. خوش حكي. الثاني سوى طلع لي نتائج متقاربه بس ولا وحده صح. هذا الثاني هنا هياته، هذا الثاني طلع لي نتائج متقاربه بس ولا وحده صح. اذا هذا بريسايز، بس ما دام ولا وحده صح ما اقول له اكوريت، لا اقول له انكوريت لان ماكو ولا وحده صح. الطالب الثالث جاي كلش مركز يعني ورايد فد شيء يطلع من الاوائل، فالحمد لله ما عنده ولا نتيجه صح، ما عنده ولا نتيجه ولا نتائج متقاربه. هسه تقول لي مو اكو اثنين، هذين اثنين متقاربات، ما علي انا هذين الاثنين المتقاربات، علي انه لازم كل هذه النتائج تكون متقاربه. يلا اقول له بريسايز، هذين لا هن متقاربات ولا هن اكو بيهن وحده صح، فهذا هم امبريسايز يعني عكس الدقه، وهم انكوريت لان انا ما عندي. هذا المسؤول عليها منه الراندوم ايرورز، الاخطاء العشوائيه. والطالب الرابع طلع لي نتائج وحده منهن صح والباقيات متطشرات يعني مو متقاربات. فاذا ما دام وحده منهن صح اذا متطشرات فهذني شنو يعني وحده مو قريبه على اللوخ، فهذا امبريسايز. ليش؟ لان وحده بعيده عن اللوخ فامبريسايز عكس الامبريسايز. بس اذا كانت اكو وحده صح فهذا اكوريت. اكو مشكله بهاي اللي حكيناها؟ بس عندي سؤال. اسال حبيبي. مثل اذا طالب مثل اربع قيم، اثنين منها متقاربات ما نعتبرها بريسايز، لان في القيمتين البقيه ما متقاربات عليهن. اي لازم كلهن، لازم كلهن متقاربات، واحده قريبه على الاخر. اوكي؟ اي شكرا. حبيبي تفضل. هسه نجي على هاي، طبعا من راح نشرحها هي خلصت تقريبا الملزمه. بس من راح نشرحها راح اقول لكم السؤال مالكم شلون راح يجيكم اللي عليه درجه كلش حلوه من هذه الملزمه. اذا جاب دكتور وافق فت سؤال مساله فشلون راح يجي له، هسه اقول لكم عليها. نجي الميجر فيرجن، اول شيء الرينج المدى او النطاق، انا من اول فروق هيك شيء. فاني هذين كلهن على شنو يعتمدن على الارقام اللي راح اعطينا اياها. يقول لك الرينج سيت اوف داتا ديفرنس بيتوين ذا كريت اند لارج فاير. هذا من اول احتمال يجن من ام سي كيو هيك شيء. اي ممكن يجن ام سي كيو، يعني الرينج هو شنو بس دائما ما مساله، بس اكيد يجن ام سي كيو. بعدين يجي لكم هي اصلا ذني فائده لكم ان تجي ام سي كيو، يعني الرينج او المدى او يعني هو المدى او الفرق بين شنو؟ بين اعلى قيمه واقل قيمه، هو هذا الرينج، هذا المدى. Of a set data the difference between the great and last value، يعني راح انا اقيس الفرق بين اعظم قيمه واقل قيمه، هذا شو اسميه؟ الرينج. واكو الانتركوارتايتال رينج، هذا الفرق between the third يعني الثالث او الثلث الثالث او شيء and first يعني بالربع الثالث والربع الاول quartiles. هسه راح نعرفكم على الانتركوايت بال شو اسمه بالاكزامبل مالتي. واكو الاختلاف الفاريانس، هذا بمعادله هو ميجر اوف داتا بوينت ديفر، طبعا راح يقيس نقاط الاختلاف فروم ذا مين. استربيع هذا اشاره على الفاريانس، استربيع يساوي مجموع ال xi ناقص x داش، ال x داش يقصد به المجموع والمعدل. هسه راح نشوفها بالمعادله. الكل تربيع على n ناقص 1، شنو n ناقص 1؟ يعني عدد الارقام ناقص 1، هذا شو اسميه؟ الفاريانس. اما الانحراف المعياري او هيك اللي هو الستاندرد ديفيجن، فراح انطي انا بيا معادله نفسها المعادله بس شنو؟ اجذرها تربيعيا، يعني اجذر الطرفين تربيعيا، راح شو يصير؟ راح يصير المجموع يعني هو بس اجذر تربيعي، يعني الفارينس اذا يجيكم سؤال الفارينس اذا جذرته جذر تربيعي ايش يطلع لي؟ يطلع لي الستاندرد ديفيجن، يطلع لي الانحراف المعياري. خوش؟
واكو الريليتيف ستاندرد ديفيجن، هذا اللي يعني احسن من الستاندرد ديفيجن بعد، اللي هو الار اس دي. هو الاس يعني هو الستاندرد ديفيجن على المين المعدل في 100%. هذني قوانين تحفظ، هسه راح اعلمكم شلون تطبقوها. مثلا اكزامبل يقول لك there are 9 numbers المفروض و 9 ارقام، find the range. السؤال شيء يقول لي get a range and the intercalated range الهذن الاعمار. هاي عندي اعمار اني مال بشار او شيء، هذني اعمار، فجد لي المعدل مال عمر مالتي او المدى مالتي الرينج، وجد لي الانتر كوايتايت الرينج. اول شغله اسويها انا الرينج قلت لكم ارتب الارقام، اذا كانت مو اذا يعني كانت مخربطه ومو تصاعديه او شيء ارتبها تصاعديين احسن لي. بعدين اخذ اعلى قيمه، لان المدى او الرينج، الرينج هو شنو؟ اعلى قيمه ناقص اقل قيمه يطلع لي الرينج. شوف هسه هنا أنا اعلى قيمه بهذني الارقام اللي هو 26، اقل قيمه 16. 26 ناقص 16 يساوي لي 10، هذا شنو؟ الرينج مالتي. تمام. هسه شو اسوي؟ اجيب الارقام حتى اطلع الانتر كوارتايتر رينج، اجيب الارقام احطها. طبعا يجي من الاعداد فرديه، ما عندي عدد زوجي انا، الاعداد فرديه غالبا ما يجي الانتر كوارتايتر رينج. اجيب يعني طرف، اجيب هاي الارقام كلها حطيتها انا هنا، فاش حكي اقسم الارقام الى ثلاث اقسام. القسم اللي بالنص هذا القسم الثاني اللي هو الميديان الوسيط الحسابي، هذا قسم بالنص اذا كان فردي واذا كان زوجي انا ما عليه، اذا كان رقمين او رقم. فالمهم هنا انا عندي بس العشرين، فانا اخذت العشرين هذا حطيته، هذا اعتبرته قسم، ومنه انا قسم اول ومنه قسم ثالث. خش هسه كم قسم اني؟ عندي ثلاث اقسام، القسم الاول والقسم الثاني اللي هو الميديان مالتي الوسيط والقسم الثالث. قاش حجي حتى اطلع اني الانتر كور تايتل شو اسوي؟ انا مو عندي قسم اول وقسم ثالث، اجي اطلع الكل قسم الميديان مالته كل كانما رقم واحده، اطلع كل قسم الميديان مالته. زين شلون؟ انا اذا عندي عدد زوجي، اذا عندي عدد زوجي يعني انا مو القسم الاول صار كم رقم؟ أربعة، والقسم الثالث كم رقم؟ أربعة، واقول لك طلع لي الميديان مالتهم، فايش راح تقول لي؟ هذني زوجيات، فايش راح اسوي؟ اخذ الرقمين اللي بالنص اجمعهن واقسم على اثنين، صح لو مو صح؟ اخذ الرقمين اللي بالنص اثنينهن واقسم على اثنين. ليش؟ لان هذا العدد ايش بيه؟ زوجي، اذا اريد اطلع له ميديان، انا يعني قسمتهم ثلاث اقسام، هذا راح اطلع له ميديان وهذا راح اطلع له ميديان بالاخر. يعني فاجيت الاول واحد جمعت 16 زائد 17 وقسمت على 2، والاخير واحد طلع جمعت ال 24 25 وقسمت على 2. الانتر كوارتايتل رينج راح يطرح لي الكيو 3 ناقص الكيو 1، يعني الميديان مال القسم الثالث ناقص الميديان مال القسم الاول، يطرحني يطلع لي شنو؟ الانتر كوارتايتل رينج اللي هو 8 سنوات. احد عنده سؤال؟ خليه يسال. دكتور ممكن تعيدها هاي؟ ايه اوكي. هسه اخذنا الرينج، احنا اخذنا الرينج ما بيشي، ارتب الارقام واخذ اعلى رقم اطرحه من اقل رقم يطلع لي شنو؟ يطلع لي الرينج. بس بالانتر كوارتايتل رينج يعني هذا فشي بعد احسن يعني ادق، اذا اقول لكم ياهو الادق الرينج لو الانتر كوارتايتل رينج، اقول لا الانتر كوارتايتل رينج. اجيب لي اكتب لي يعني خطوات، شلون راح اسوي؟ اقسم الارقام ثلاث اقسام، اقسم الارقام ثلاث اقسام. هو طبعا راح يجيب لكم العدد دائما فردي حتى تقدروا تشتغلون صح. القسم الثاني يعني منو يقسمهن؟ هذا الميديان مالتي، هذا اللي راح يقسم يسوي لي قسم اول ويسوي لي قسم ثالث، والميديان يعتبر قسم ثاني. خش
الوسيط اعتبره قسم فعل. هسه انا مو قسمت يعني هذا بالنص قسم لي هاي مجموعه وهاي مجموعه، فكل مجموعه هسه راح اشتغلها على حده، هطلع الميديان مالتها كل مجموعه، المجموعه الاولى والمجموعه الثالثه. زين انا عندي العدد زوجي في المجموعه الاولى اربع ارقام والمجموعه الثالثه هم اربع ارقام. خوش، شلون اطلع الميديان بالعدد الزوجي؟ مو اجمع الاثنين اللي بالنص واقسم على اثنين؟ صح، لو قبل شويه قلنا الميديان اذا كان العدد الزوجي فراح اجمع الرقمين اللي بالنص واقسم على اثنين يطلع لي الميديان مالته، فهذا نفس الحاله، العدد الزوجي راح اجمعهن واقسم على اثنين. شوفوا هاي هنا العمليه صايره، جمعهن قسم على اثنين طلع شنو الميديان مال منو؟ مال القسم الاول، بعدين هم جمع ذني وقسمهن على اثنين سوالي طلع لي الميديان مال يا هو مال القسم الثالث. اوكي، هسه الانتركوارتايتال رينج الكيو 3 ناقص كيو 1 يعني الميديان مال القسم الثالث ناقص الميديان مال القسم الاول، طبعا هو ميديان بس يعني يشبه، ناقص القسم مال الميديان مال القسم الاول راح يطلع لي الانتركوارتايتال رينج. هسه اكو بعد سؤال علي، شو اسوي؟ ثلاث خطوات، اجيب الميديان راح يقسم لي الارقام قسمين، قسم اول وقسم ثالث، القسم الثاني اللي هو الميديان. القسم الاول كانما ارقام بوحدهن بعد، والقسم الثالث ارقام بوحدهن، يعني اعزلهن. خوش، اطلع ميديان للقسم الاول واطلع ميديان للقسم الثالث كما تعلمت من شويه من اطلع الميديان للعدد الزوجي. بعدين الكيو 3 ناقص كيو 1 يعني الكيو الميديان مال القسم الثالث ناقص الميديان مال القسم الاول. القسم الثاني منه الميديان اللي فصلهم وانا قصر راح يطلع لي الانتركوارتايتال رينج. اكو بعد سؤال مشكله اي شيء بخصوص هذا المثال؟ ممكن يجيكم ام سي كيوات وممكن لا يجيكم، يعني من ضمن المساله هسه راح اقول لكم ايش يجي. اكو مشكله شباب؟ لا لا ماكو مفهوم. هسه شوفوا هنا أنا الستاندرد ديفيجن طبعا كلش شوفوا هسه من راح نخلص هذا راح اقول لكم شلون راح يجي السؤال مالتكم يعني اللي يجيبه دكتور واثق. هنا أنا يقول لي فايند ذا مين، وحتى لو ما يقول لي جد المين يعني المعدل انت اول تالي راح توجده. ليش هسه اقول لك ليه؟ جد المعدل المين اند ذا ستاندرد ديفيجن، ستاندرد ديفيجن الانحراف المعياري اللي هو ايش قلنا؟ قلنا هو نفس الفارينس بس لازم اجذرها تربيعيا فراح يطلع لي الانحراف المعياري. فور ذا فاليوز ونعطيني القيم ذني 78.92 و98.1 93.7 و94.5. خوش، حتى اوجد المين راح اجمعهن كلهن واقسم على عدد الارقام يطلع لي المعدل، صح لو مو صح؟ والمعدل هو الاكس داش، يعني الاكس فوقها ست شخطه اكس داش، هذا المين المعدل. خوش، القانون مال الانحراف المعياري هو هذا تشوفوا اس يساوي تحت الجذر التربيعي اكس ناقص الاكس هو الرقم، الاكس هو شنو؟ الرقم العادي اي رقم. خوش، الاكس داش هو المجموع المين او المعدل العفو المين الكل تربيع على ان ناقص واحد. خوش، الان ناقص واحد يعني انا مو خمسه ارقام، خمسه ناقص واحد اربع ارقام يعني على اربعه. شلون اطلع انا مشكلتي وين؟ مشكلتي بهذا اكس ناقص اكس داش الكل تربيع المجموع مالته، هنا مشكلتي، صح لو مو صح؟ انا مو طلعت المعدل مالتي اللي هو 91، الاكس داش يعني الاكس داش انا كله راح اعوضه قد 91. الاكس هذا اي يعني ادي مو خمس ارقام اجي اعوضها خمس مرات، ادي هذا اول مره شوفوا هاش كبر الواحد هواي، المهم القلم ما تضايع فعلى ايدي، وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا خامس، يعني راح اطبق هذا اللي انا مبشر لكم عليه هنا بالاحمر اطبقه خمس مرات. ليش؟ لان عندي خمس ارقام وبعدين اجمعها. يعني شلون؟ هسه انا اقول لك شلون.
أنا الواحد الإكس ده طلعته 91 عوضت 91، الإكس راح أعوض أول مرة ال 78.2، هاي 78.2 خش راح يطلع لي هذا الرقم اللي هو ناقص 12.8 خش طلع لي هذا الرقم بالحاسبة قبل أقول له تربيع يطلع لي هذا الناتج خوش 163.84. أجي أعيد التجربة، علي من أعيد التجربة على الرقم الثاني، أعيد يعني أعيد القانون على الرقم الثاني اللي هو إيش قلت 90.5، أقول 90.5 ناقص 91 يطلع لي ناقص 0.1 ناقص 0.5 تربيع يطلع لي ناقص ناقص تروح لين تربيع يطلع لي 0.25 أعوفه. أجي شو أسوي؟ أريد أطبق الرقم الثالث والرقم الرابع والرقم الخامس، مو راح يطلع لي ذن النتائج؟ هاي النتائج كلها طلعت لي لازم موجب، لأن أكيد التربيع راح يوخر سالب. هذا اللي مو الناتج، الناتج كلها طلعت لي، شو أسوي؟ أجمعهم كلهم، إيش قد طلع لي؟ 234.04. هسه تقسيم 4 ليش؟ لأن n ناقص 1 الآن 5 مو 5 أرقام، هاي 1 2 3 4 5 أرقام، ف 5 ناقص 1 4 حلو. فإذا راح أجي أقسم هذا الرقم 234 على 4 مو يطلع لي ناتج بالحاسبة، قبل أدق جذر تربيعي يطلع لك 7.65 بالحاسبة. يعني هذا اللي أنتوا تشوفون أرقام دوخة وهاي، بس انتوا راح تشتغلون بالحاسبه، اخذوا حاسبه وياكم لان لازم حاسبه، فراح تصير اوضح. احد عنده سؤال هنا؟ خلي بس الخطوه من جمعت الارقام الخمسه بعدين يعني سويت وراها ما منتبه علي، جمعت النتائج كلها، جمعت النتائج كلها، هذا مو جمعت النتائج كلها، هاي هنا هاي النتائج، هاي 234 بوينت 0.4 خوش حكي. انا بالقانون مالتي اكو، شوف هذا شيء يمثل لي هذا ال 234.04 يمثل لي هذا، هذا هسه راح اشر لك عليه هسه غير هذا، شوف هذا الفوق اللي هو مجموع الاكس ناقص اكس داش الكل تربيع، هذا راح يمثل لي هو ايش قد 234.04 خوش. الان ناقص واحد، الان ناقص واحد هن الان كم رقم؟ 1 2 3 4 5، فخمسة ناقص واحد 4 خوش. راح تجيب هاي 234 هذا المجموع كله تقسمه على ايش قد؟ على 4، لان هو القانون يجي يقول لك مو يطلع لك ناتج، راح تاخذ الجذر التربيعي مالته بالحاسبه يطلع لك هذا 7.65 هو الستاندرد ديفيجن خوش. بس لو ما طالب الستاندرد ديفيجن، طالب الاختلاف الفاريت، كان شنو؟ ما جذر التربيعي، كان سويت ما جذر التربيعي. ليش؟ لان القانون ما بي جذر تربيعي، بي اس تربيع بس خوش. فميزوا ميزوا. السؤال شلون راح يجيكم؟ تجيكم هذني الارقام، هذا مثلا انا راح اقول لكم علي هذا، هذني الارقام يجني خوش او غيرهن، طبعا ما يجيب نفسهن غيرهن. شو يقول لك؟ يقول لك اريد المين واريد الوسط الحسابي الميديان خوش، مثلا يريد الانتركورتات الرينج واريد الرينج، كلهن يحطهن بسؤال يلزق كلهن بسؤال، اريد الفارينس واريد الستاندرد ديفيجن، كلهن تطبق القوانين مالتهن خوش بارقام واحده بهذا. اني مثلا هاي الارقام تجي تشتغل انت القوانين من البدايه اللي عرفتها لحد ما انتهيت تستخدمها كلهم خوش. بس انتبهوا الستاندرد ديفيجن هذا اللي بيجذر تربيعي، والفارينس ما بيجذر تربيعي، يعني يبقى اس تربيع ما اجذر، يبقى اس تربيع خوش. لهنا انا المساله خلصت. اي واحد عنده سؤال بعد اكثر من هيك يدلل يسال ويدلل. استاذ قولي.
بس بلا زحمة قلت الأس يبقى تربيع، يعني قصدك من إنه نطلع الناتج، يعني هو الأس تربيع يعني من الجذور ولا شنو؟ ما فهمت. هاي شوكت ايه هاي شوكت من هو يطلب الفارينس، يطلب الفارينس يبقى الاس تربيع. الاس تربيع هو رمز للفارينس، خوش ساند عشر عليها. بس اذا طلع بالستاندرد ديفيجن، اذا طلع بالستاندرد ديفيجن فشنو لازم اجذر تربيعيا، يعني لازم يطلع لي اس. خوش تمام شكرا. زين، واكو هذا القانون ترى هم ممكن يجيكم تطبقوه سهل، اللي هو يعني يريد منكم الريليتيف ستاندرد ديفيجن الار اس دي. تطلعون الاس اللي مثل هسه شرحناها، شوفوا هسه احنا مو طلعنا الاس هنا اللي هي 7.65. خوش هذا منو؟ هذا اس على مين المعدل؟ ايش قد 91؟ هذا ال 91. خوش في 100%، لان القانون يقول في 100، فراح يطلع لكم الريليتيف ستاندرد ديفيجن الاس على مين في 100%. هذا هم ممكن يجيكم ترى، هو ما حاط يعني ما نعطي سؤال بهذا، بس ممكن كلش انه يجي يعني يقول لك اريد الريليتيف ستاندرد ديفيجن. انت تعرف تطلع الاس وعرفت تطلع المين، تحط هذا على هذا في 100 يطلع لكم الريليتيف ستاندرد ديفيجن. خوش. اما هنا عندي مصطلحين ال LOD وال LOQ، ال limit of detection حدود الاكتشاف او هي السوالف، و limit quantitative measurement والحدود مال كميه القياسات او هي شيء. بس هاي يقول لك class content that can be measured with responsible Stateful country it can collected. يعني القانون مالته مهم، اللي هي LOD يقول لك مثلا القانون مالتي اني 3S على slope of calibration graph، هذا شيء مثل لي LOD لو LOQ LOD وتفتهموا انا شارحها بالقانون، بس قوانين ال LOD هو 3S. شنو ال S؟ الستاندرد ديفيجن. خوش. وال LOQ هو 10S، يعني شنو الستاندرد ال LOQ هي الاس هو الستاندرد ديفيجن. عندي شغلة مهمة هنا تنتبهون، انه بالليمت هذا ما عليه المسائل ولا لا؟ لا ما عليه المسائل، مو كاتب عليها لان هاي الرسوم بيانية الجراف ما نعطيها الدكتور. احد عنده سؤال بعد دكتور؟ بس هاي شلون ممكن يجن اذا ما بيه مسائل؟ ما بيه مسائل يعني، بس ام سي كيو ممكن يجيب لك انه القانون هذا لمن يعود، هذا ال او دي مثلا ليميت اوف ديتكشن، هذا لمن يعود لل شو اسمه لل 3S سلوب اوف، يعني القانون 3S على سلوب اوف ذا هذا المن ال او دي لو ال او كيو. لو بعد اكو فد شغله بيها مهمه، انه هنا بال ال او كيو، بال ال او كيو مسؤول عليها منو؟ الريبتابلتي. الريبتابلتي يعني شنو؟ يعني التكرار، هذا اللي شرحناه قبل شويه، انه يكون نفس المحلل نفس القسم نفس التجربه نفس القياسات نفس المعدات، هذا مسؤول على ال LOQ. خوش. والمسؤول الريسبونسبل على ال LOD هو الاستكشن سنترالي، ما ادري شنو. فهذا اللي ممكن بال MCQ تحفظوهن. وهاي يعني شكرا دكتور. اهلا. خلصت هاي الملزمه طبعا، بس اريدكم انه هذا السؤال اللي عندكم انتم بس تضيفون انه انتم تطلعون المين والمثلا الوسيط الحسابي وغيرها كلهن تطلعوهن وتستخدمون كل القوانين بيدكم، وهذا القانون هم تستخدمون. انتبهوا ما عليه مسألة، بس شنو يجي هذا القانون ال RSD اللي هو S على مين في 100. ها هي بس خاش لهنا اكو مشكلة، اي واحد عنده مشكلة انا راح اسد البث. اي سؤال عشان تجي الاسئله على شيء؟ لا
بس دكتور المنزلة الثانية ما تكملها المنزلة الثانية بعد أكوم دكتور من الزمن مال فوليمتريك غير؟ اي مال فوليمتريك كلش بسيطة وراح اشرح لكم اياها بالتليجرام حتى تعيدوها يعني تفهموها اكثر لان كلش بسيطة اصلا ما فيها ذا الشيء ان شاء الله حبيبي مشكور هلا بس انا تفضل بس واحد مدى اسمع زين ترى دكتور الاسئله اللي تجي بس ام سي كيو اللي تجي احتمال فراغات لا شوف شوف يعني هي غالبا ما راح تجيكم ام سي كيو خوش 60 ام سي كيو يعني 60 درجه ام سي كيو او هيك شيء و40 درجه على المسائل او بالعكس 40 على الام سي كيو و60 على المسائل يعني يعطيكم دكتور واثق في المسائل او دكتوره هاله عندها مسائل فاعتقد الفراغات حتى يعني ما اعتقد يجيبوها لا ما فراغات ما يجيبوا فراغات واذا جابوا لكم فراغات فراح يجيب لكم المجهول مثلا ناتج او شيء يعني هم مساله يعني هيك شيء ترو فولس ممكن بس ما بالكيمياء لا بالكيمياء كلها مسائل الاساسيه اعتقد هسه اللي خلصوا ما عاد شيء يقدر يغادر بالنسبه للمسائل حبيبي اكون هذا تكتب بالشات تشوفه لا المسائل شوفه مو كنت ثاني بليس اسمه يلا عادي عادي مرة تقول أول سلايد من هذه المحاضرة تخص الأخطاء تيجي تعاريف لا يجي نفس كيوت ماكو حفظ بالكيمياء أبد تعاريف شلون تجي ماكو تعاريف ما يجيب لك عرف فلان شيء يجيب لك ام سي كيو يعني التعريف يجي ام سي كيو يعطيك التعريف كله ويقول لك يا هي من هين يا مصطلح هذا بس تحدده بال عندكم ها لو انت تجينا بالكيمياء بدال دكتور واثق مو احسن حبيبي لا دكتور واثق كلش خوش دكتور ويعني استفاد منه هاي هذا الجواب دبلوماسي سياسي ما اقدر اجاوب لان المحاضره بديت تسجل اكو ولد اسمه عبد الرحمن بسجل المحاضره الدلله اكو ولد اسمه عبد الرحمن مسجل المحاضره فخليه يرفع لها لكم واي طالب ما شافها خليه يشوفها عادي ماكو مشكله بيحدي باي مال التحسين من شو اسمه خليه يقصها هاي الاخيره اي يا معود يا عبد الرحمن قص مالته هاي بالبالك عاشر دكتور على وقتك ها اكو يقولون شنو هذا القانون ابو الميه اللي قلت عليه هسه ارجع اسوي له سكرين بدء البث هذا القناة بين البث حمدش موجود بعد يحمل اي حبيبي بس بعد هسه وصل اوكي هذا القانون ابو المية اللي ممكن يجي الـ Relative Standard Deviation RSD اللي هو الاس على مين في مية الاس هو الـ Standard Deviation اللي شرحناه احنا بالمسألة شلون نطلعها كأنما انت تجي تطلع اس عادية الـ Standard Deviation تقسم على المعدل اللي هي انا اجمع كل الارقام واقسمها على كم رقم عندي مثل ما شرحت لكم على مين بالبداية اضربها في 100% راح يطلع الـ Relative Standard Deviation هذا مهم وممكن يجي ترى يعني حلوه انتم كتبوه ويعني يجيب الدكتور واثق هاي هذا اللي اقصد به هذا القانون ابو المية دكتور تعال علينا بالكورس الثاني حمد شنو رايك يعني انا باكر ما عندي اجتماع وين عميد سهله
اي حمدش وصل صوت الطلاب قول لهم يريدون يا حسن يدرس مرحله اولى. ها هي سهل يقع الكورس الثاني بالعضويه ان شاء الله. ايه اخذهم بالعضويه تدري انت بالعضويه. انا بعد انا اجيهم بالعضويه. لا الكورس الاول كمل الاسبوع الجاي تبدو يعني. يلا سهله خلي لا بقيت المواد ما بيها شيء. لا التحليليه بس وترى عندنا حمدش يعني بالتحليليه كلش قوي يعني انا ما اخذ دوره هسه. عادي عادي ماكو فرق بيناتنا نظري. حبيبي واحد ياخذ نظري واحد ياخذ عملي مو اي بالضبط انا اخذ العمل يعني زين بالتجارب. الله تبدا الاحلام البسيطه.